الآن أخونا أيمن من فرنسا، أهلا وسهلا بيك، بنرحب بيك أهلا يا أهلا وسهلا أهلا يا نواف. يا أولا أنا ليك اسمحي لي بس أوجه كلمة لصاحب القناة وأقول له إنه لغتكم ولغة الدكتورة المستخدمة ليس لإقامة الحجة والتحدث بلغة لائقة. أنتم وكل المشاهدين الحاقدين الذين يدخلوا ليشتموا النبي ويشتموا الإسلام ويهينوا من مشاعر المسلمين ومعتقداتهم، هذه ليس قناة تكون محترمة. إذا كنتم تريدون أن تقيموا الحجة بالدليل والبرهان فأهلا بكم، أما أن يخرج لنا بعض الصعاليك ليتهموا النبي بأنه زاني، ما تنسيش أنه إلهي انتهت أحشاء طفلة عمرها 12 سنة اسمها مريم. هذا الإله الذي يدعي أنه تدعو أنه تجسد، فإذا كنت تتكلم عن الطفولة فالأولى أن تقرأ شوية في المسيحية. ثم الهجوم على الإسلام ليس وليد اللحظة، ده كان منذ أيام الرسول. فكل الذين هجموا على الإسلام وفلاسفة وعباقرة وأنتم ترددوا كالبغبغاوات، لأنه شو ميزة البغبغان؟ أنه تردد كلام شيلو، وكل كلام وفاء سلطان كلام ملحدين لمن لا يعلم. طيب أخونا أيمن المتخلفة التي تتكلم وتهين الإسلام عليها أن تعرف مقامها وتعرف أن كل أكاذيبها وكلام الملحدين لن يجدي نفع. طيب انت اخونا ايمن خليك بس معايا دقيقه واحده، عايز اسالك سؤال قبل ما الدكتوره وفاء ترد على هذا الكم الطويل مما طرحته. على اي حال، اذا اردت ان تعمل مناظره على الهوى، انا بطرح السؤال، تقدر تتواصل معانا بعد كده على التليفون واحنا نقدر نرد معاك، خصوصا على الجزئيه اللي بتقول الهكم وما تقوله أنت أنه على الميلاد العذراوي مثلا، ده اللي وصلني، ده جزئية أخرى على جنب، لكن لو تحب تفضل معانا على التليفون وتتواصل معاك الدكتورة يا وفاء. خليك معايا أخ أيمن، دكتورة وفاء هتتواصل معاك الآن، تفضلي دكتورة. أولا أنا سعيدة لاستماع صوت الأخ أيمن لأنه تواصل معنا في الحلقات الأولى ثم تغيب في الحلقات الثلاث أو الأربع الماضية. كنت قد ظننت بأنه فجر نفسه في العمليات الإرهابية الأخيرة التي تمت في أوروبا، ولكن نشكر الله أنه عاد إلينا سالما ونرحب باتصاله مرة أخرى. طلب الأخ أيمن أن نواجه الحجة بالحجة، وهذا هو بالضبط طلبنا. خلال رسالتي قدمت أكثر من حجة، قدمت شريطين لشيخ مسلم ولامرأة مسلمة يتحدثان عن ملكات اليمين وبأنه يحق للرجل المسلم إذلال ومعاشرة النساء التي تقع في قبضة الرجل المسلم. نحن قدمنا البرهان من تعاليمهم ندينهم، قدمنا الحجة وقدمنا البرهان، وليس على السيد أيمن إلا أن يقارع الحجة بالحجة، وإلا أن يدعي بأننا نكذب ونفتري على دينه فلن يصل معنا إلى أي نتيجة. نحن قدمنا البرهان وقدمنا الحجة، وعليه مرة أخرى أن يقارع الحجة بالحجة. أما أسلوب الشتائم وأسلوب الاتهامات لن يجدي نفعاً.